مزايا مدينة الضباب أبها. نشاهد زعيم الجلبة ضجة عالمية تليق به بعد حضور هذا الرجل كريستيانو رونالدو. النادي أود نصر ماجد الذي كان يخشاه الجميع لن يقف النصر على الدون. هناك أسماء قادمة يأتي أو ستأتي ربما على رأس أمير الكروات لوكا مودريتش وغيره من النجوم. مباراة منتظرة من حل عمري سعد بكير إدريس صديقي. هذه تشكيلة فريق نادي أبها. تشكيلة النصر: نواف العقيدي حراسة المرمى، سلطان الغنام، والكرة الأولى نصراوية مع البداية نصراوية، كرة في الجول، الله، بدري يا نصر، بدري بدري يا عالمي بدري. كلمة النصر بدت وعلى الجميع الإنصات، وعلى الجميع الإنصات. يا له من سرعة، يا له من جول، يا له من هدف يأتي في الثواني الأولى. سامي يا سامي، أحلى الأسامي يا نجعي، أحلى الأسامي. رد لكل من كان ينتقدك يا سامي، سجل النجعي في الجول على طول. شوف الكرة، الكرة مباشرة مع البداية. ما أمدانا نتكلم، ما أمدانا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى طول هوبا في الجول. 1-0 للنصر، هدف سيعطي النصراويين بلا شك الرغبة بشكل أكبر. ولاحظ الكرة الماضية، سامي النجعي إذن يسجل أول أهداف اللقاء ويسعد الثواني الأولى من زمن الشوط الأول من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين. الكرة تعود أبهوية، هل من رد لأبها؟ المحاولة، الكرة وين؟ الله يا الفاروق، أبها يعدل الكفة لولا وجود هذا الرجل القيصر الإسباني الفارو غونزاليس. شوف المحاولة من صالح العمري على طول للمرة الثانية، كان قد فعلها في اللقاء. لمسة وتمريرة إلى خيبري، حط الكرة إلى سليهم من جديد، عبد المجيد يتقدم يمشي كرته، سلطان الغنام في حالة الهجوم، سلطان يتلعب، يا سلام جميلة، المحاولة خطيرة والكرة تتخلص يا غارسيا. ولكن الفارق الآن نقطة، وعودة النصر للقمة ممكن أن تحدث بأي لحظة. لكننا اليوم في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين التي غابت عن النصر من أفضل وأذكى الأظهرة اليسرى في الملاعب السعودية. محاولة خطيرة، الكرة من جديد كريستيانو، إلى وجود رأي وتسلل، رأي وتسلل في اللقطة الماضية. ناطق العراقي كذلك، المحاولة موجودة مستمرة، خطير. شوف نواف الصعدي، خطير من هنالك من محافظة كنا، كرة مستمرة موجودة إلى سعد بكير، يتقدم يحاول الهجوم والكرة تتخلص. ترجع في هذا المساء تعويض جماهيره ورسم الابتسامة على محيات جماهيره، ربما تأتي الآن. الكرة من سامي، يتقدم يحاول الهجوم، ركلة حرة مباشرة يبحث كريستيانو رونالدو. لم يسجل في مارسيل بارك، هل يسجل كريستيانو؟ ولكن كرة سهلة تعود لها، خطيرة إلى خارج أرضية الميدان. أول ثلث ساعة من زمن الشوط الأول، تعود الكرة من جديد، ترسل إلى ألفارو غونزاليس الذي كان سبباً في إبقاء النتيجة بتقدم الفارس العالمي كريستيانو رونالدو. مشى كرة إلى سليهم، يا السلام جميل، المحاولة، الكرة عرضية تصل وتصويب، الله الله يا نصر، الله يا نصر. متعة النصر تحضر في مرسول، تحضر في مرسول. سجل عبد الله الخيبر، يا سلام، يا لا من كرة يا عبد الله، يستعيد الذكريات، يستعيد الأمجاد. النصر يقترب من الوصول إلى سيمي فاينل. 2-0 في المباراة بعد جملة فنية رائعة جدا. شوف الكرة، شوف كونان، كونان، كونان حتى، وما صدق خبر الخيبري، ما صدق خبر الخيبري، الكرة في الجول.
الرجل وهدفي للنصر. النصر يبهر ويمتع والجماهير تستمتع. إذن مشاهدينا الكرام يتقدم العالمي ويضع قدما في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك. يا سلام يا سلام يا عبد الله يا سلام. أسعد النصراويين في الملعب وفي كل مكان في كل الأرجاء. شوف عبد الله مبسوط سعيد بالهدف الثاني الذي جاء للنصر. النصر يتقدالك وتقدم بهدفين مقابل لا شيء عن طريق سامي النجعي في البداية، وبعد ذلك شمران، شمران جميلة إلى خارج أرضية الملعب. الأسطورة هل يأتي هدف لكريستيانو؟ المحاولة من سامي لعب كرة عرضية والكرة إلى خارج أرضية الملعب وإلى ركلة إن شاء الله. شوف الكرة الماضية إصابة بالسلامة. تقدم الفارس الأصفر العالمي بهدفين مقابل لا شيء. محاولة غريبة تقدم الكرة إلى وجود صافرة. حكم لقاء أشار إلى عبد المجيد الصليهم يعود إلى أجواء المباراة مشافة معافى بإذن الله تعالى. شوف الكرة الماضية الإهداء على الباطن. الاتحاد في المقابل ينتظر الصليهم حط الكرة عند كريستيانو. شوف كريستيانو وين موجود، شوف كريستيانو رونالدو وين موجود في اللقطة الماضية. محاولة جميلة ولكن الكرة طويلة ذهبت إلى أحضان حارس المرمى ديفيد إيباسي. حاول بنواف الصعدي تصل المحاولة إلى كونان من الجانب الأيسر. كونان يتقدم كريستيانو رونالدو. محاولة خطيرة لا يوجد تسلل رونالدو. الكرة الماضية لكن هنالك راية، هنالك راية في اللقطة الماضية. كان الكل يعتقد بأن رونالدو لم يكن متسللا، ولكن شوف الآن الحكم المساعد الذي أشار بوجود الراية والتسلل على الدون كريستيانو رونالدو. صاروخ ماديرا وصاروخ النصر. إلى العمري إلى مران، محمد مران اللي يلعب في رأس الحربة، ولكن نشوف الآن نشوف الآن محاولة خطيرة والكرة إلى أحضان حارس المرمى في الجانب الأيمن. المحاولة تصل إلى صالح العمري قوية لخارج أرضية الملعب. كرة إلى خارج أرضية الملعب من صالح العمري، لكن سلامات إن شاء الله لسامي. سامي النجع يشكو من إصابة. شوف الكرة الماضية اللقطة الماضية التي كانت بين سعد ناطق وسامي النجعي، بالتالي الكرة ذهبت من جديد. ترسل الكرة لأبها للأمام. محاولة خطيرة 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 أبهوية، ولكن الفارو دائما الفارو غونزاليز دائما موجود بحثا عن غريب. يحاول عبد الرحمن يمشي كرة إلى كونان. جميلة الفرصة للنصر، خطيرة قوية إلى خارج أرضية الملعب وإلى ركلة يعني العامل البدني مهم جدا. اللاعبين الصغار في السن. كرة تصل من جديد الخيبري جميلة. رونالدو رونالدو يتقدم كريستيانو. حلوة 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 الكرة الماضية تتلعب الآن. يبدو لي بأن الكرة الأخيرة المحاولة موجودة لكنها تتخلص ترجع الآن ربما الكرة الأخيرة، ولكن حكم اللقاء يطلق الصافرة. شوف كريستيانو غاضب، كريستيانو رونالدو غاضب بعد إطلاق الصافرة من حكم المباراة وعدم السماح بالهجمة النصراوية. إذن بالفعل يطلق الحكم تيريمانس الصافرة بقيمة كريستيانو رونالدو، وكأنك تتحدث عن هدف وحيد للاعب مهاجم. النصر سيبحث بكل قوة مع بداية الشوط الأول لأن يسجل الهدف الثالث. محاولة جميلة جدا كان يبحث عن رونالدو. سامي النجعي كان يريد الكرة أن تذهب إلى كريستيانو. الكرة من كريستيانو عدت كنية نصراوية، ركنية نصراوية. المحاولة من جديد ترسل للأمام خطيرة في الجول في الجول. مران الصغير يسجل
بقيمة الكبار. يا سلام بأسلوب الكبار، يا للروعة يا مران. مران 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 محمد مران سجل في الدوري وسجل في بطولة الكاس. يا سلام على النجوم الشابة التي تضوي في الملاعب السعودية، تتلألأ في الملاعب السعودية. إنه محمد مران، شوف العرضية، شوف التقدم، شوف لعب الكرة قبل ذلك الضغط. مران يسجل للنصر هدفا ثالثا، ويبدو بأننا نقترب مما قال له، مما قال المشجع النصراوي بأن هنالك أربعة أهداف يسجل مران، ويسعد المدرج الأصفر وتشع الشمس في ملعب مرسول بارك بهذا المساء. إذن 3-0 ليلة النصرافية. عدت الكرة إلى سعد بقير، المحاولة ترسل إلى أقصى الجناح اليمين، انطلاقة هجومية، محاولة خطيرة ولكن التغطية حاضرة. شوف الكرة كانت من مين، ركلة مرمى لدى نواف العقيدي. المحاولة تصل ترسل لها نواف، يا السلام، ولكن العمري هذه المرة، العمري يبعد كرة سانحة وفرد. الكرة تصل على الجناح الأيسر، ترسل محاولة عرضية لمصلحة يابا، خطيرة، نواف يتقدم، الصعدي عدي الصعدي، ولكن كونان أمامك، كونان أمامك، اللاعب المتألق دائما جيسلان، جيسلان جيسلان، من الصعب المرور من أمام النجم و الفيل الإيفواري جيسلا كونان. كريستيانو رونالدو حط الكرة على اليسار، انطلاقة هجومية ممتازة، لمسة إلى سامي، لعب كرة سامي، عدى سامي، تقدم النجعي، يلعب كرة على طول، والكرة لا تزال مطالبة بوجود ركلة جزاء من مران. انطلاقة غريب، شوف غريب الآن أخذ مكانه في الجناح الأيسر، رونالدو في مكان غريب، عدى، يا سلام، الله، غريب يلعب كرة عرضية، والكرة إلى خارج أرضية الملعب. جميل النصر، جميل النصر في واحدة من أجمل مواجهات النصر في هذا الموسم. شوف الكرة الماضية، شوف اللقطة الماضية، هل كان هنالك روش ماتيتش ينقل اتجاه الكرة على ناحية اليسرى، زكريا، المحاولة لصالح، قدمة قوية، يحاول صالح العمري، لعب كرة من سعد بكير، عرضية تصل بالراس، نواف يا نواف، البار يا نواف، يا عقيدي، يا لها من لمسة ويا لها من كرة من جانبي علي الحسن إلى ملعب المباراة. شوف الكرة بالإعادة، شوف اللقطة الماضية الجميلة التي جاءت من عبد الفتاح، لعب الكرة في زاوية، ولكن العقيدي يتصدى بشكل مميز. ودلا من جديد لمسة وتمريرة في الجانب الأيمن، انطلاقة هجومية، فأدي الجميع، حط الكرة إلى روش، خطيرة الكرة، محاولة مستمرة موجودة إلى علي الحسن، قوية، الله، لا تزال التسديدة موجودة والتغطية، وإلى ركلة مرمى. شوف المحاولة الماضية، الكرة الماضية اللي كان يطلبها كريستيانو رونالدو، وبعد ذلك تصويبة التي جاءت من علي الحسن باتجاه المرمى بعد لمس الكرة، محاولة لمسة موجودة، التمريرة إلى سعد بقير، بقير يتقدم، بقير يحاول، ممكن يسدد سعد بقير، جميلة حلوة ذكية من التونسي حارس الكاميروني. كرة مستمرة في وسط الملعب، تعود لمسة، تصل إلى الأمام، المحاولة، الكرة إلى سعد السلولي، قوية، نواف يتصدى، الله، جول 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 جول، سجل عبد الفتاح. ترسل إلى سلطان الغنام، الكرة مستمرة أمامية، محاولة موجودة، ولكن الكرة تعود، مران يخطف الكرة، مران يحاول، مران يتقدم، مران يلعب الكرة، ولكن التغطية كذلك من فهد، انطلاقة هجومية، لمسة نصراوية، الكرة مستمرة للنصر، الكرة والكنترول من جانب كريستيانو رونالدو، رونالدو يتقدم، والمحاولة إلى وجود صافرة وركلة حرة بالجدار الدفاعي. تعود الآن المحاولة من جديد إلى ناحية اليمين، انطلاقة ممتازة، حلوة، ذكية، والكرة تتخلص، رونالدو، من أمام رونالدو، رمية جانبية،
وكذلك ماجد قشيش يسعد من جديد. محاولة مستمرة لمصلحة أبها، انطلاقة هجومية ولكن ريق أبها، وغادر سعد بكير. كرة من جديد تعود الآن للنصر، هجمة النصروية، المحاولة، الكرة ترسل، رونالدو بالرأس إلى خارج أرضية الملعب من كريستيانو. إلى كرة تعود لعلي الحسن على ناحية اليسار، مشاريبوف، محاولة هجومية جميلة، الكرة إلى علي الحسن، يحاول الهجوم، يلعب كرة علي الحسن ويسدد الكرة للمرة الثانية من علي الحسن إلى خارج، لكن شوف الكرة والمحاولة خطيرة نصروية، والكرة إلى جلال الدين، يلعب كرة ماجد قشيش إلى خارج أرضية الملعب. أحبه جمهور النصر أندرسون تاليسكا. كريستيانو رونالدو سيترك أرضية الملعب، كريستيانو قدم وتصفيق من كل الملعب لكريستيانو رونالدو، دخول لأندرسون تاليسكا، كذلك للاجع. دائما ما تحضر من أمام كريستيانو رونالدو ذلك التاريخ الذي يجبر الكاميرات على الحضور أمامه دائما وأبدا. كرة مستمرة، محاولة، جلال الدين، مشاريبوف يحاول التقدم، الكرة خطيرة نصروية، والكرة كرة على الناحية اليسار، جلال الدين، مشاريبوف يلعب كرة عرضية والكرة إلى حارس المرمى إيباسي، رمية جانبية، يبدو لي خلاص الأمور ستنتهي على 3-1، إلا إذا كان هنالك هدف ثاني لفريق أبها. والعمري خلص، العمري خلص، على انتظار اللقاء الأخير من الدور ربع النهائي الذي سيجمع بين الهلال والفتح. مشاهدينا একসাথে গ্রুপ বেঁধে মোটামুটি 20 জন মতো ছেলে খেলছে। রোজই প্র্যাকটিস চলে এরকম যে